بكل أسف لا زال في واقعنا المسلم، في واقع الأمة الإسلامية، يفرح الطبيب المسلم إن غش مريضة، صح ولا مش صح؟ ويفرح المهندس المسلم إن خدع من يبني له بيته أو برجه، وتفرح الزوجة إن خدعت زوجها، ويفرح الزوج إن خدع امرأته، ويفرح الأستاذ إن خدع تلميذه، ويفرح التلميذ إن خدع أستاذه. حياتنا خداع في خداع إلى من رحم ربك. أين الصدق في الأمة؟ أين الإخلاص؟ أين العمل؟ أين الأمانة؟ أصدق الله يا أخي، هل أنت الآن راض عن نفسك وعن عملك ومستعد أن تلقى الله عز وجل بما أنت عليه من عمل؟